نقدم لك مجموعة من الوصفات البسيطة مع جبنة كرافت كريم القابلة للدهن. جربي خبز فوكاشيا المحشي بالباذنجان المشوي ولحم سلامي البقري هذه الليلة. لهذه الوصفة ستحتاجين جبنة كرافت كريم القابلة للدهن وهذه المكونات. ابدأي بتقطيع خبز الفوكاشيا إلى قسمين بالعرض. الآن ضعيهم في الحماصة أو على الشواية لتحميصه قليلاً. أثناء انتظارك لخبز الفوكاشيا قومي بتقطيع الطماطم. الآن غطي قاعدة خبز الفوكاشيا المحمص بطبقة سخية من جبنة كرافت كريم القابلة للدهن، ثم أضيفي طبقات من الباذنجان المشوي، ثم شرائح الطماطم والسلام المشوي فوق الجبنة. زينيها بسلطة الخضار الغضة قبل وضع النصف الآخر من خبز الفوكاشيا في الأعلى. ستجدين وصفة خبز فوكاشيا المحشي بالباذنجان المشوي ولحم سلامي البقري هذه على صفحتنا في الفيسبوك. انضمي للصفحة لتستمتعي بالطعم الأصلي لمزيد من المرح.